Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. اسوان من اول البلد لاخرها، وعاوز كباب قزاز من الغاليه قوي، واربعين خدام على الاقل يلفوا كيف النحل يخوت الناس كده، وشوف لنا عشره فوقها من الجامدين قوي دول بتوع شرايط الكسل. يعني من الاخر عاوز العزه ده يبقى ولا ادحى فرح فيك يا بلد. Man, I love this country. Shopping here is like انت ايه؟ انت ميته؟ انت كيف؟ هي يا عم الاوفر في ايه؟ Listen. انا فكرت كويس، لقيت اني مش موافق اني احكم كونتري البيبل اللي فيها مش هم اللي مختاريني، عشان كده قررت ان اعمل انتخابات نزيهه بيني وبينك، واللي يختاروا الناس هيبقى هو العمده. بيس بيسين ثلاثه. سو كيوت، يعني صوره تاتشي وفي نفس الوقت بص انا اشعرت. جوني، دي أول خطوة في حملتنا الانتخابية علشان الناس تتعود على شكلك وتحفظ اسمك، عشان كده إحنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم نكسبهم. يو نو عم جابر، لا أنت تقدر ترتب لنا الموضوع ده مش كده؟ إن شاء الله. شوف أنتوا عايزين إيه وأنا عينيا لود الغالي. ثانك يو براذر، هو ده اكزاكتلي العشب. جريت عم جابر، إحنا عايزين نعمل كونفرنس ميتنج مع أهل المزاريطة. ومال نجيبوه؟ نجيب مين يا عم جابر؟ بقول لك عايزين نعمل كونفرنس، قولي بس نعمله إمتى. شوف حضرتك، انتوا تكتبوا كل حاجة انتوا عايزينها من الرزخانة وانا اروح اجيبها، بس كتبوها كلها في ورقة واحدة عشان يبقى مشوار واحد. اه يا ثانك يو يا عم جابر. هي اشلي فين؟ لوك اهي هناك اهي بتلعب المعزات الصغيرة والايجيبشن بيتس. شيز سو كيوت. حبيبي يا ويردو، بتكلمني؟ لا بكلم الصورة اللي وراك يا خفيف يا فاني. تعال هنا. وأمر يا سيدي الناس. في ايه بالظبط؟ من ساعة ما خرجنا وأنت مراقبنا وكل ما أبص لك يعمل لي كده، في ايه؟ أنت أهبل ولا عاوز حاجة بالظبط؟ حادي؟ حادي إيه؟ والله ما عاوز حاجة يا سيدوني. يبقى أهبل أهبل. أمال أنت عاطرنا ليه؟ إيه ده؟ أنت عارف اسمي كمان؟ سيدوني، ده أنت اللي ما يعرفك يدهلك. هاي ثانك يو براذر. أنت اسمك إيه بقى؟ هدرس. هدرس؟ هدرس هدرس هدرس. أنت بيور إيجيبشن؟ Whatever. قول لي انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمه الشريفه ما فيش غيرش بس انك عاجبني. او ماي جاد. انت متجوز؟ لا 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 لا. وطبعا ولا خاطب ولا مصاحب ولا ليك اي علاقه بالفيميل. ايه النساء؟ ايه ايوه ايوه ايوه. في هيام. هيام ده نوع العلاقه ولا الانثى؟ ايوه طبعا نتايه طلقي. Thank God. طلع straight. Welcome back. شفت يا جوني؟ بقى ليك فانز، عندك معجبين. هدرس ام توماس. وعايز احنا كنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم اهل المزاريطه. قول لي ممكن نقدر نعمل ايه؟ سهله قوي. يا ناس يا اهل البلد، تعالوا كلموا سيدوني. يا اهل البلد. لا ده اهبل اهبل. تعالوا كلموا سيدوني. Good morning everybody. What's up? اصدقائي مستر جوني مش عاجبه حال البلد. طب انتوا عاجبكم؟ عشان كده هو عايز يعمل حاجات كويسه جدا مفيده تفيدكم وتفيد البلد. Exactly. وعشان كده هو قرر انه يعمل انتخابات نزيهه ما بينه وبين اخوه الكبير، وبيدعوكم كلكم everybody علشان يناقش معاكم برنامجه الانتخابي. ايه رايكم يا رجاله؟ هو ده ينفع سجوني عمده؟ طب لو سجوني كسب الانتخابات هيعمل ايه يعني؟ لا هعمل من ناحيه هعمل هتعمل ايه يعني؟ هعمل يعني لازم احرقها دلوقتي. راجل نفسيه باين عليك واوفر قوي. جوني بص 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 خلاص بقى خلاص بقى يا عم جابر. نعم. فين الهدايا الشيك الغاليه اللي احنا جايبينها علشان نوزعها على الناس الطيبين دول؟ حاضر. بس ده مش هنديله حاجة. خلاص انت مش هتاخد حاجة انت بالذات. خلاص بقى يا جوني. يا جماعة، مستر جوني هيرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم بكرة الصبح
من الساعة 9 للساعة 11 AM في البرنامج الانتخابي. وبليز يا جماعة كلكم هاتوا أولادكم الصغيرين عشان في مفاجآت كتير وهدايا. بحبكم كلكم. لا ريلي بحبكم. بيس. قال انتخابات نزيهة قال. في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. أنا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. الواد ده كأنه مخاوي يا فزاع. مبسوط هذه آخرة العرض. فزاع فزاع. ايوه يا كبير. امور جنابك. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ده فلينا. ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطعوا بعضيهم على فلينا اللي مالا جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينا ده؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكوا اسود. يا كبير ثانية واحدة مراتك؟ ايوه. انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس حبوسها. تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك؟ اتنين اقعد اقعد. اسمك ايه؟ هدية. اسمي هدية. So cute. I love your style. Your hair. اتنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. امر جنابك. تنين ليمون يا اللي في المطبخ. تنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ ايوه صح ليمون ايه ده. انا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه ما نكسرش غباوه. قسما بالله اللي هينطق عتويه. تعال لي انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف ليه برو؟ يعني اخويا. انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته بس هي شفت معانا فجبناها هنا معانا. ما يضرش قصروا. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه نلم حاجه كده نحطها على حاجه تانية. ايوه نلموا الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص. انا ما كلمتكش. انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز. كانتري نحطها على كانتري تانية. قصده اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي. بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت غير انك ستايلك تحفه كمان ذكيه. يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثيه ميراثي ايه؟ انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرصه ابوك اقول له اتفضل وصدقه ده يطخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي. ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف حكالي. قال لي ليك اخ واحد بس مش برص وخنفستين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رمي بلي؟ حقك دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير دي شهاده ميلاد خرجت من مكتب صحه كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي
من تكساس بيثبت ابوت الكبير قوي لجوني، ودي البصمه الوراثيه لجوني ولسيد الولد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمده من الام بي اي او منظمه الصحه العالميه. الورق ده تبل وتمسح به لمؤاخذه. ها ها قفاك اذا كان كده. معلش ده انا طخكم والدبان الازرق ما يعرفلكوش طريق دوره. ايه طخنا دي؟ انت شايفنا فرخات قدامك؟ ما تخلينيش اوريك الوش التاني، انا ممكن اوريك الويل وظلام الليل. او ماي جاد ده ارهاب. ما تنساش اني امريكان سيتيزن، وممكن بتليفون واحد للسفاره اقلب الدنيا ابسايد داون. يا جماعه صلوا على النبي، ده انتوا اخوات. خلي الجماعه يريحوا في اوضه الضيوف واحنا كمان نطلع نريحوا في اوضتنا عشان احنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزي لي ليه؟ حفهمك فوق. يلا بقى يا جوني اخرج، هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. اي سوير انت لو ما خرجتش انا هدخل. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخرج بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد، تصوري ما عرفتك فور سكند، شكلك اكستريملي كول. ريلي جوني انت عارفني ما بحبش المبالغه، شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متاخرين. طيب ولينا ورانا ايه؟ اوكي الساعة 10 هنروح عند ابو حماده البيت عشان عندهم ايفنت مهم. اوكي الساعة 12 هنروح نزور مدرسة المزاريطة الابتدائية. الساعة 2 في طقس اسمه حنة بيعملوه البنات، ما هنروح نحضره. اوكي استعدنا عشاء بالله، ليتس جو ليتس جو. الوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده قديله اكتر من 24 ساعة على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وانا خايفة لا يجرى له حاجة، والنبي تخش له ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو ليلة. سو كيوت، تبتلك احسن فرصة في الناحية كلاتها، فرصة ليك بالعمدة الدديل. لا 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 ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله مودود، حمار، بغل، دمل، داموسي. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت؟ من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اهي بره، تعالى. ادينا فوق اهو. عاوز ايه؟ اهدى بس يا كبير، ده ووزنها بالعدل، ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال ابسايد داون. ده امريكاني امريكاني. وانا مزاريطي مزاريطي مزاريطي، ممكن ازريطها على اللي فيها واجيب عليها واطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكديها هتتقلب علينا الامم المتحده، ودولك ما بيتفاهموش، يضربوا النووي عدل. النووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اسيبه ياخد نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي. قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يأذينا ولا نأذوه. يا بقرة. قوم يا الفزة. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. انا مش قلت لك يا ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعليا ما غفلتش عينيهم لحظه. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من نجمه وسافروا. بح هتتكلم صحي؟ صح صح يا كبير، هما قالوا انهم هيروحوا ياخذوا الراوند. هياخذوه منين غير من محطه القطر؟ انت متاكد ياد انهم قالوا هياخذوا الراوند ده؟ ومليان سمعهم بوداني دول يا كبير، غاروا في 60 داهيه. انا قلت كده برضك، ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياد غرياد، خليهم يحضروا لي الفطار ويبعثوا لي في البلكونه. امر جنابه، نحضروا لك ايه؟ عايز النهارده كنت ننتل.
اسمع يا ود الناس، ابويا الحج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي؟ الكبير قوي واز ا جامبلر. وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبه عيني كداحك عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11، وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر الف خيرهم فيتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا الهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسي على كم بهيمه عاملين 38 الف جنيه وريال، حقك فيهم بشرع الله 19 الف جنيه وبريزه بالتمام والكمال كده. توماس يا جيرم بوي. اوكي، اخر حصر لاملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحه الضرائب لسنه 2010، وهو كالاتي: 12 فدان على الترعه، 10 فدادين ورا الترعه، ده بالاضافه للترعه نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقال، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 ابراج في الطوابق فيصل. الفدان على الترعه بيعمل 300، والفدان ورا الترعه بيعمل 200، والجناين والابراج والدوار يبقى كده كله على بعضه اباوت 6600. أنا هاخد ثلاثة بس. ثلاثة إيه؟ ثلاثة مليون جنيه؟ قالوا لك عني داقك زرازير إياك، ده أنا طخك وطخ نفسي قبل ما أديك ثلاثة جنيه. النووي يا كبير. والله لما يكون إيه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب. إيديه هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. أوه. وحقه إيديه إيديه بالمحاكم هياخده. فزاع. أمر جنابك. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير. تفضل. تفضل. يلا، يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا، وأنت يا أشرف، ادي الطنبيل بتاعهم غسلة نظيفة كده. تؤمر يا كبير. بس أنا مش ماشي دلوقتي. ليه ما ماشيش؟ لسه بقيت حقي. حق إيه يا أبو حق أنت؟ توماس. أوكي. ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقايق، وبمستنى زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، هبقى نيو عمده. او ماي جاد. لو سمحت، انت مطريلي ليه يا ابني؟ الظاهر عشان اعمل حادثه يا عيني برضه، اكيد يعني مقصره في نفسي. اوه لو سمحت، ممكن يكون راكب على نفس العجله، ما تضمنش. ايه ده؟ ايه ده؟ هو اهل البلد كلهم متخشمين؟ ايه ده؟ بص بص عامل ازاي؟ لو سمحت سيلفر بلاي، مين الحيوان اللي عامل كده في صوري؟ مين؟ كابتن، مين الحمار اللي عامل كده في صوري؟ تعال هنا. في ايه؟ هدرس هدرس بليز. تعال هنا. في ايه؟ كل الناس عامله كده ليه؟ الكبير الكبير يا سيدوني، دور الضرب ولفت يا اهل البلد عشان نرشحه. اوه حاسب ايدك، قلت لك اعبل اعبل عشان نرشحه في الانتخابات، ومحرد على اي حد انه يتكلم. انا فهمت كده، انا فهمت، عمل لكم كارت ارهاب، مشاكم زي ما هو عاوز زي الحمامير، وكلكم خفتوا وقبلتوا. انا ما قبلتش، مش ممكن اقبل. انا بقولها لكم اهو، tomorrow morning 9 o'clock AM عشان ما حدش يقول لي بي ام وكلام الفاضي ده، واقفه احتجاجيه قدام الدوار. We hate you. 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 انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بتملى بتقول اي كلام؟ اسمع يا حبيبي، تعالى. We يعني احنا، hate بنكره، you يعني انت. تكرهونني؟ ابل انت يعني هو. ما علينا، قول ورايا وخلاص. وي هيت يو. وي هيت يو. لا وي هيت يو. لا وي هيت يو. لا وي هيت يو. لا وي هيت يو. الساعة كام دلوقتي؟ 10:30. انا مش قلت 9 واكدت في السوق اي ام عشان ما حدش يتاخر؟ ايوه. واضح ان في مشكلة كبيرة جدا في البلد دي في موضوع المواعيد. اهو اهو طلع طلع. يا بوي يا بوي يا بوي. شوف شوف، يعني ما طلعش اهبل بس، طلع اهبل وجبان كمان. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا ناقصنا واحد. مش مهم، احنا لازم نكمل المشوار. تراست مي. اوكي. والعمليه يا
كبير دلوق. مفيش غير واحد بس هو اللي هيخلص الموضوع ده. هو مين ده؟ ابو الليل. ابو الليل؟ مين ابو الليل ده؟ عزرائيل الصعيد. أكبر عدد جثث كان على يده، كان عامل هاي سكور على هتلر ذات نفسيه. باه، وإيه كمان يا كبير؟ القتل عنديه ما كانش مجرد دم وخلاص، لا ده كان فنان، فنان صح. وبيختفي في لمح البصر، ولا حد شي يعرف له طريق ولا حتى صديق. طب وده هتوصل له كيف يا كبير؟ أنا الكبير يا هتيرة، وأبو الليل ده كان حيا الله واحد من تلاميذي، أبو صميدة، أبو خليل، أبو سعيد، أبو الليل. ها ألو مين؟ أنا الكبير ياد. الكبير يا ولد اللزيكة، عاش بنسمع حسك يا كبير. الله يخليك. أسمع، أنا كنت عايزك تخلص لي مصلحك ده. أهنين عليك يا كبير. قول لي يا عم جابر، فين هنا بيبيعوا دايت شوجر؟ بس أنا عامل دايت. يا جوني بيه، محدش بيبات من غير عشاء. عم جابر في هنا ATM؟ يعني لازم من اللي انتوا بتقولوا عليه ده. ما البلد مليانة زفر، كله زفر زفر. اها، وانا كمان يا عم جابر محتاجة جدا قفل. حتى انت يا بنتي، ده انت من ساعة ما اندليت البلد هنا وانت زهقانة على طول. ما تشوف يا جوني بيه، شوف صاحبتك مالها زهقانة منينا ليه؟ اوف يا عم جابر اوف، كلنا عايزين اوف. استغفر الله العظيم. حتى انت بص يا عم جابر، انا هقول لك الاوف ده رصاص بيترص للحد من خطورة الناموس. ما تقوله فلت. ده طشت اسوان من اول البلد لاخرها، وعاوز كباب قزاز من الغاليه قوي، واربعين خدام على الاقل يلفوا كيف النحل يخوت الناس كده، وشوف لنا عشره فوقها من الجامدين قوي دول بتوع شرايط الكسل. يعني من الاخر عاوز العزه ده يبقى ولا ادحى فرح فيك يا بلد. Man, I love this country. Shopping here is like انت ايه؟ انت ميته؟ انت كيف؟ ايه يا عم الاوفر، في ايه؟ Listen، انا فكرت كويس، لقيت اني مش موافق اني احكم country البيبل اللي فيها مش هم اللي مختاريني، عشان كده قررت ان اعمل انتخابات نزيهة بيني وبينك، ولا يختاروا الناس هيبقى هو العمدة. Peace. بيسين ثلاثة. So cute. يعني صورة تاتشي وفي نفس الوقت بص أنا أشعرت. جوني، دي أول خطوة في حملتنا الانتخابية علشان الناس تتعود على شكلك وتحفظ اسمك. عشان كده إحنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم نكسبهم، you know. عم جابر، لا أنت تقدر ترتب لنا الموضوع ده مش كده؟ إن شاء الله. شوف أنتوا عايزين إيه، وأنا عينيا لود الغالي. Thank you brother. هو ده exactly العشم. جريت عم جابر، احنا عايزين نعمل كونفرنس ميتنج مع اهل المزاريطه. ومال نجيبوه؟ نجيب مين يا عم جابر؟ بقولك عايزين نعمل كونفرنس، قولي بس نعمله امتى. شوف حضرتك، انتوا تكتبوا كل حاجه انتوا عايزينها من الرزخانه وانا اروح اجيبها، بس كتبوها كلها في ورقه واحده عشان يبقى مشوار واحد. اه يا ثانك يو يا عم جابر. اي اشلي فين؟ لوك اهي هناك اهي بتلعب المعزات الصغيره والايجيبشن بيتس. شي سو كيوت. حبيبي يا ويردو، بتكلمني؟ لا بكلم الصورة اللي وراك يا خفيف يا فاني. تعال هنا.
وامر يا سيدي الناس. في ايه بالظبط؟ من ساعه ما خرجنا وانت مراقبنا وكل ما ابص لك يعمل لي كده. في ايه؟ انت اهبل ولا عاوز حاجه بالظبط؟ حادي ايه؟ والله ما عاوز حاجه يا سيدوني. يبقى اهبل. امال انت عطرنا ليه من... ايه ده؟ انت عارف اسمي كمان؟ سيدوني ده انت اللي ما يعرفك يدهلك. هاي ثانك يو براذر. انت اسمك ايه بقى؟ هدرس. هدرس؟ هدرس هدرس هدرس. انت بيور ايجيبشن؟ Whatever. قول لي انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمه الشريفه ما فيش غيرش بس انك عاجبني. او ماي جاد. انت متجوز؟ لا 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 لا. وطبعا ولا خاطب ولا مصاحب ولا ليك اي علاقه بالفيميل. ايه؟ النساء. ايه ايوه ايوه ايوه. في هيام. هيام ده نوع العلاقه ولا الـ 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 الانثى؟ ايوه طبعا نتايه طلقي. Thank God. طلع straight. Welcome back. شفت يا جوني؟ بقى ليك فانز. عندك معجبين. هدرس ام توماس. وعايز احنا كنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم اهل المزاريطه. قولي ممكن نقدر نعمل ايه؟ سهله قوي. يا ناس يا اهل البلد تعالوا كلموا سيدوني. يا اهل البلد. لا ده اهبل اهبل. تعالوا كلموا سيدوني. Good morning, everybody. What's up? أصدقائي, Mr. Johnny, مش عاجبه حال البلد. طب أنتوا عاجبكم؟ عشان كده هو عايز يعمل حاجات كويسة جدا مفيدة تفيدكم وتفيد البلد. Exactly. وعشان كده هو قرر إنه يعمل انتخابات نزيهة ما بينه وبين أخوه الكبير وبيدعوكم كلكم. Everybody. علشان يناقش معاكم برنامجه الانتخابي. ايه رايكم يا رجاله؟ هو ده ينفع سجوني عمده؟ طب لو سجوني كسب الانتخابات هيعمل ايه يعني؟ لا هعمل من ناحيه هعمل هتعمل ايه يعني؟ هعمل يعني لازم احرقها دلوقتي. انت راجل نفسيه باين عليك واوفر قوي. جوني بص 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 خلاص بقى يا عم جابر. نعم. فين الهدايا الشيك الغاليه اللي احنا جايبينها علشان نوزعها على الناس الطيبين دول؟ حاضر. بس ده مش هنديله حاجة. خلاص انت مش هتاخد حاجة انت بالذات. خلاص بقى يا جوني. يا جماعة مستر جوني هيرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم بكرة الصبح من الساعة 9 للساعة 11 AM في البرنامج الانتخابي. وبليز يا جماعة كلكم هاتوا اولادكم الصغيرين عشان في مفاجآت كتير وهدايا. بحبكم كلكم. لا ريلي بحبكم. بيس. قال انتخابات نزيهة. قال في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. ووو ووو ووو. انا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. ووو ووو. الودة كانه مخاوي يا فزاع. مبسوط هذه آخرة العقد. فزاع فزاع. ايوه يا كبير. امور جناب. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فلينة. ما تصدقش يا كبير الناس كلها في السوق هتقطعوا بعضيهم على فلينة اللي بلا جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ بيه ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينة دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكم اسوء. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا نجهز الحفلة فاضل لها 3 ساعات. مظبوط هطلع اجهز حالا. نيكول استني. منيح انك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ أنا ماشي بالسيارة لقيت الأستاذ بيبيع تذاكر وإحنا عاملين الحفلة كومبليمو. أنت بتسرقني؟ أنت ما طلعتش أهبل. أنت طلعت مخادع. لا أنا أهبل. أنت نمس. أهبل. أنت هدرس. أنت تعمل كده في أي ليه؟ معلش يا جماعة سوري. الغلطة دي عندنا إحنا. أنا هتصرف معاك يا حيوان. أنا اللي هتصرف معاه. أنا راح أحبسه. لا والله العظيم أنا ما عملت حاجة. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟
او ماي جاد حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد ليه؟ 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 انت ترجع بلدك حالا؟ انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني قول للعالم يدب غراضه لانه هلا انا بدي اسافر. يلا نيكول. او ماي جاد لعب عيل ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي لو سمحت انت مطريلي ليه يا ابني؟ الزهر عشان اعمل حادثه يا عيني برضو اكيد يعني مقصره في نفسي. اوه لو سمحت ممكن يكون راكب عارف نفس العجله ما تضمنش. ايه ده؟ ايه ده؟ هو اهل البلد كلهم متخشمين؟ ايه ده؟ الناس بص عامل ازاي؟ لو سمحت سيلفر بلاي مين الحيوان اللي عامل كده في صوري؟ مين؟ كابتن مين الحمار اللي عامل كده في صوري؟ تعالى هنا في ايه؟ هدرس هدرس بليز تعالى هنا في ايه؟ كل الناس عامله كده ليه؟ الكبير الكبير يا سيدوني دور الضرب ولفت يا فهل البلد عشان نرشحه. اوه حاسب ايدك قلت لك اعبل اعبل عشان نرشحه في الانتخابات ومحرد على اي حد انه يتكلم. انا فهمت كده انا فهمت عمل لكم كارت ارهاب مشاكوا زي ما هو عاوز زي الحمامير وكلكم خفتوا وقبلتوا. انا ما قبلتش مش ممكن اقبل. انا بقولها لكم اهو tomorrow morning 9 o'clock AM عشان ما حدش يقول لي PM وكلام الفاضي ده. واقفة احتجاجية قدام الدوار. We hate you. 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 انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بتملى بتقول اي كلام؟ اسمع يا حبيبي تعالى. We يعني احنا hate بنكره you يعني انت. تكرهونني؟ أهبل أنت يعني هو. ما علينا قول ورايا وخلاص. We hate you. We hate you. لا we hate you. لا we hate you. لا we hate you. لا we hate you. الساعة كام دلوقتي؟ 10:30. أنا مش قلت 9 وأكدت في السوق AM عشان ما حدش يتأخر؟ أيوه. واضح إن في مشكلة كبيرة جدا في البلد دي في موضوع المواعيد. أهو أهو طلع طلع. يا بوي يا بوي يا بوي. شوف شوف. يعني ما طلعش اهبل بس طلع اهبل وجبان كمان. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا ناقصنا واحد. مش مهم احنا لازم نكمل المشوار trust me. اوكي قال انتخابات نزيهه قال في المزاريطه ماشي يا ابن الحاج فوكس. انا قد مش فايتك العشيه بنتكلم عن الانتخابات. الحاج تعمل كل ذي اهميته. الواد ده كانه مخاوي فزاع. مبسوط ادي اخرة العقد. فزاع فزاع. ايوه يا كبير امور جناب. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فليله ما تصدقش يا كبير. الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فليله اللي مالها جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفليله دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكم اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا هيتاخر. أمسك السلك عريان. We hate you. We hate you. انت كنت فاكر انك هتكسبني في ارضي يا ابن المزاريطة دي كلها في يدي. انا اديتك تشانس جامدة جدي وانت طلعت ما تستاهلهاش. على فكرة بقى انا هرجع في كلامي لا في انتخابات ولا اي حاجة وانا هبقى العمدة. وش شوف يا ود الناس الراجل عندينا هنا اتربت من لسانه. يعني لو رجعت في كلامك او لحسته ولا الناس هيصدقوك ولا هيرضوا بك من اساسه. يا ابن اللعيبه يعني انت بتدخل لي من طب ده فير؟
ده اسمه عدل؟ انك تكسب الانتخابات بالصوت والافتراء تبقى انت كده كسبت؟ هو كده ده اخر كلام عندك؟ هو ده اللي عندي واخرك اعمل. لا هعمل من ناحية هعمل ويا ما عملت قبل كده و... راح فين؟ راح فين؟ هعمل هعمل ايه؟ هعمل من ناحية هعمل او اتفضل اعمل بقى. عقلك في راسك هتعرف خلاصك، هتسمع الكلام هيحطك في حباب عيني، هتعارض هيكون مصيرك زي الكلب اللي لسه مفارق ندلوك يا فزاع. امري جلابك. كيف ما امرت جنابك؟ الغنايم كلها راحت على المخزن والاسره بياخدوا الطريحه برا، ما بقيش منهم غير العيله الصغيره دي، هنودوها فين يا كبير؟ هي الجاموسه اللي كانت عسر مش ولدت؟ ايوه يا كبير. حطوا العيله دي تحت منيها ترضع، يلا ربنا يتولاها. امر جنابك. ايه النسوين اللي عم تنوح كيف البوم دي؟ يكون ثانويه امي النهارده؟ الله يرحمها ويحسن اليها. انما احنا فين وثانوية الحجة فين؟ ايه يا ولية؟ امشي برا! اهدي! فيه! يلا يا بقر انت! يلا بقى يا جوني اخرج، هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. I swear انت لو ما خرجتش انا هدخلك. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخرج بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد، تصور ما عرفتكش فور سكند، شكلك اكستريملي كول. ريلي جوني انت عارفني ما بحبش المبالغه، شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متاخرين. طيب قول لنا ورانا ايه. اوكي الساعة 10 هنروح عند أبو حمادة البيت عشان عندهم إيفنت مهم. أوكي. الساعة 12 هنروح نزور مدرسة المزاريطة الابتدائية. الساعة 2 في طقس اسمه حنة بيعملوه البنات، ما هنروح نحضره. أوكي. استعدنا عشاء بالله. ليتس جو. ليتس جو. الوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده أديله أكتر من 24 ساعة على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وأنا خايفة لا يجرى له حاجة، والنبي تخش له ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو لالي. سو كيوت. جبتلك أحسن فرصة في الناحية كلاتها، فرصة ليك بالعمدة الدديل. لا 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 ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله موجود، حمار، بغل، دمل، داموسه. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اي بقى تعالى. السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل، ياما دكة على الراس طبول. لا هتقعد كأنك في ميتم. خد نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. يقول لي اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير الموضوع يعني يكدر ويزعل. قعد لميك ولا عليك نطلع لك عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاجئه من عمودية كمان يسيبك كده لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟
هتقعد تعجن وتخبز مع الحريم. بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي زي تاتوهاتي. يعني بص هنا جوني، بص مكتوب ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري، حتى الصميم فاهمني. انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو. يعني مثلا ممكن نعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه واتيفر، يعني اي حاجه، اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدرة عايمه في البول، يعني جو شرقي. بتعمل ايه يا جزمة انت؟ وهو هم التمثال يا ولد؟ ايه اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. لا تفهمني ولا نيلة، لم المقاطيع دول واطلع يا اما اعتقكم بالنار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليه نص الدوار ده بالظبط؟ سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي، فيري وير. المهم عايزين نعمل البول. يلا يا مناديع يا ولاد المناديع. رجاله احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدا من هنا الدوار، دوار الكبير اللي ما حدش هيقدر يهوب نواحيه واصل. مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت، احنا هنضربه وضربتنا هتكون قوية وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي 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 انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال، يعني ايه هفهمها كده؟ يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده، الف سلام عليك، انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما بتعورش، دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعرك. ادرس بص انا بحبك عشان كده بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو، ليت مي جو، لسه عنا شعري. الحق يا كبير، الحق لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقول. يا مرحب يا مرحب يا القطقوطه الشقره. ام عيبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير، استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي، ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جاس، الكبير؟ ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون، هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه، وارشيها لك سكر وادخلها لك الفرن، وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده دي، بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني. اعلى ما في خيلك ولا خيل ايه؟ ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امرك يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش، ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا، ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس، ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه، ويحط عليها سكر ويدخلها جوه الميكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اول ما امسك العموديه يعني احبس اخويا، يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين، هنعمل ايه؟ مش عارف، بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيط ده. عندي عندي يا سيدوني. ايه عندي واحدة كفاية. والله العظيم ما في اهدى من دوارنا، وان ما شلتكش الارض نشلوك فوق حبابي عنيني. ها يا جوني فكرت هنعمل ايه؟
فكرت هنعمل ايه؟ سامع كويس؟ فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكرة في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفاية كفاية. يا سيدوني كله تمام، هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين عباب المطبخ، واحد عباب الزريبة، وانت اشرف عمر يا كبير عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف. امسكك السلك يا عريان. لا بلاش السلك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين، لو اي حاجة حصلت بلغوني وصحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير، ملازمها كيف ما امرت. هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازما. امال ايه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجه تعملها؟ لا. طيب ممكن تفك لي الحبل شويه؟ ايدي هتتقطع، ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست اشلي، لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك، مش عايزني ادلعك؟ فيزو. يا بلا ما اخده يا ست اشلي. ليه ما فيش؟ طيب انا ايدي وجعاني بجد، كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى. انا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست اشلي. شفت ايدي؟ سلام عليها. مرسي ان انت فكتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عليا الجوز. اتفضل يا ست اشلي. ايه ده بص العصفوره؟ فين؟